أين أغنياء؟ أين شركات المقاولات؟ لماذا لا يزكون عن مالهم لبناء المساجد؟ إن النصارى يوم أرادوا أن يبنوا الكاتدرائية لم يمدوا أيديهم لواحد فقط، إنما الكل تعاون. جاء الجرس من إيطاليا، وجاء الزجاج من بلجيكا، وجاء الحديد من شتى أنحاء العالم، ومسجد عين الحياة في دير الملاك لا يجد من يبني فوقه شفرا ليحمي الثروة البشرية المسلمة من حرارة الشمس. أين أبنياء المسلمين؟ ذهبت إلى أحد أصحاب الفراشات وطلبت منه أن يقيم بعض قطع القماش لمدة ساعة يوم الجمعة، فجأت بأربع قطع لمدة ساعة، أعطيته اثنين من الجنيهات، وفي الجمعة الثانية صارت الأربعة ثلاثة، وفي الجمعة التي بعدها صارت الثلاثة قطعتين، وكان تعاطى على كل مرة جنيهين، مع أن القماش يستفيد بطرحه تحت الشمس. أين الله؟ أين الذين كانوا يعملون لله؟ أين أمثال عثمان بن عفان؟ أين هذا؟ إنني أقولها والأسى يملأ نفسي. أين العمل لله؟ إن من الناس ناسا لو ألقيت عليهم السلام لقالوا لك معك 30 قرشا حتى نرد عليك السلام، وعليكم السلام ب10 قروش ورحمة الله ب10 وبركاته ب10. آخر تسعيرة نزلت في معاملة الناس، والله لقد ازداد عجبي، ازداد عجبي، الناس يصلون تحت وهر الشمس، ومع ذلك فإن هذا لم يعجب النصارى الذين يسكنون مساكن الأوقاف. في يوم الجمعة 18 مايو ألقوا على المصلين قطة، وقالوا إنها كلب، وقالوا إنها كبل كهربائي. وفي يوم الجمعة 25 مايو كانت الشقة التي على يمين الآن وأنا واقف فيها فرقة من خلافة النصارى يدقون موسيقى الجاز الصاخبة حتى لا يتمكن المصلون من سماع الخطبة، وقلت لعلهم يتأدبون، لعلهم يتوبون عن هذا. في يوم الجمعة الماضي الموافق 1 يونيو ألقوا قطعة من الخشب على أحد المصلين ففتح رأسه. الدار خطبة، وأنا أقول بأعلى صوتي إن لم يرددهم شنوده فهناك حلول أخرى تعلمهم الأدب. إذا كانت الوحدة الوطنية فنحن لا نرضى أن يكون الإسلام في ذل وهوان. يا معاشر الإخوة، يا معاشر الإخوة، إننا نقول لا إله إلا الله ولا أحد غير الله، إننا ننادي بأعلى صوتنا أنه لا إله إلا الله، وهذه الأعمال الصبيانية لا تليق. أكرموا بالوسط، أكرموا الذين يصلون في الشوارع بين المساجد، إن 95% من رؤساء هذا المسجد يأتون من شتى البلاد. أكرموا ضيافتهم، هيئوا لهم المظلات، هيئوا لهم الحصير، مكنوهم من سماع كلام الله. نحن في مسيس الحاجة إلى ترضية فرد واحد على معرفة الله. أيها الإخوة الأعزاء، كفى حربا مع الله، اصطلحوا مع الله، توبوا إلى الله، اصطلحوا مع الله.
كيف يعرفون ربهم؟